أنا أوصيكم على شيء، إذا كنتم مترددين ولا خايفين من شيء، أنتم لا تخافون إلا من الله. إذا تبغون شيء اسألوا الله، لأنه فعلا مسيح هو ابن الله. أنا من نفسي شفته الله، أنا طلبت من الله يوريني في حلم، والحمد لله جاني في مجرد أسبوع وراني في حلم. إذا كنتم مترددين اسألوا الله، راح يوريكم، راح يبين لكم أن المسيح هو فعلا ابن الله. وغير كذا إن في أرواح كثيرة ضايعة الحين، ضايعة ما تعرف إيش تسوي، من ناحية ديانتهم مو عجبتهم ديانتهم، يبغون يغيرونها. أنا عندي لكم أوصيكم أنكم بس تبحثوا عن الله، اسألوا المسيح، اسألوا عيسى، صدق والله راح يجيكم، وحيبين لكم يا في حلم يا حيجيك فيجن، حيجيك قدامك يا ما صارت في ناس. هاليلويا. والله حيبين لكم. هاليلويا. واو. هاليلويا. يعني هيك انت you obeyed the command. طبعا. نشرت الكلمة. هاليلويا. يا رب انا مبسوط جدا جدا. يعني انا بس ممكن احكي حاجة عن نفسي. طبعا. عشان انا كمان كنت مسلم، وانا كنت متدين وكنت ملتزم بالاسلام. لكن لما كان عمري 15 سنة، انت كديش كان عمرك لما الرب جالك؟ 21 سنة. انا كان 15 سنة عمري، وانا كنت اتفرج على التلفزيون مثل المشاهدين الان، يعني اللي بتفرجوا علينا، وهيك. وكان في واحد اسمه أورل روبرتس، هذا مبشر مشهور جدا في امريكا. وهو كان يحكي عن قيامة المسيح وموت المسيح، وانا ما كنت فاهم اشي. لكن لما كان يحكي، فجأة الروح القدس انسكب علي. صدقني حسيت حالي، تعرف أنا حتى بقولش إني كنت مسلم وصرت مسيحي، أنا كنت ميت وعشت لما الروح القدس أجا. وهذا اللي بيصير مع كل شخص. ممكن يكون شخص مسيحي، ممكن يكون بوذي، ممكن يكون ملحد، ممكن يكون يهودي، ممكن بهمش. يعني كلنا قبل ما يجي المسيح احنا روحيا ميتين، صح، محتاجين الروح القدس ينسكب علينا. وهي مكتوب في الكتاب، يقول الله في الايام الاخير ساسكب من روحي على جميع البشر. طبعا. البشر في امريكا، البشر في فلسطين، البشر في السعوديه، البشر في مصر، البشر في الهند، البشر في افريقيا، في كل العالم. هللويا. الرب يسكب من روحه على جميع البشر. ويعني صحيح انت فرحتي قلوبنا اليوم باختبارك الجميل. يعني انت كمان صار عندك احلام ثاني، ممكن تحكي لنا عن بعد الاحلام الثانيه اللي جالك؟ انا جتني حلم ثاني شفت فيها عيسى. نعم. والحلم هذا نفس الكلام اللي مكتوب فيه في الإنجيل، أنا شفته في الحلم قبل ما قريته في الكتاب. واو. بس عشان تعرفون حقيقة الحلم. نعم. كنا في يوم القيامة، وأنا كنت أحاول أنشر كلمة الله، وفي ناس كانوا مو راضين يستوعبون ويقبلون إنه عيسى هو فعلا ابن الله. هذا في الحلم؟ في الحلم. هذا في الحلم. انا في الحلم كنت اسوي كذا. نعم. وانا جالسة احاول فيهم، اقنعهم، احاول انشر كلمة، اعطيهم كذا كلمة من الانجيل. وانا جالسة اسوي نفس الشيء هذا، ارفع راسي واشوف عيسى نازل من السحاب على الخيل الابيض. واو. وكان مرة كبير وحجم عظيم. احنا كلنا عارفين كيف السماء بيضاء. نعم. نور عيسى بياض ثاني، بياض غير عن بياض السماء. هذا مكتوب في الكتاب كمان. ايوه. هذا اللي شفته. نعم. وانا نظرت فيه، عرفت اللي حسيت براحة، حسيت انه صاحبي من زمان، حسيت براحة لما شفته. مع انه منظر عظيم، منظر يخوف. انا حسيت براحة وناظرتهم، ناظرت شوفوا هذا هو، هذا اللي جالسة اقول لكم عنه. هللويا. ناظروا كلهم مع انهم شافوا، نصهم اقبلوا ونص الثاني عيوا. واو.
إنه هذه هي حقيقة الدنيا، إنه في ناس ما حيقبلون. نعم. حتى لو يشوفوا المسيح. أيوة. ما زال. حيظلوا ميتين من جوا. واو. هذه هي حقيقة الدنيا، بس الحمد لله نص العالم لما شافوه أقبلوه. شافوا عظمته، لأنه نازل يوم القيامة، كان نازل على إسرائيل. واو. وأتذكر هذا آخر حلم شفت عيسى فيها. واو. بس غيرت حياتي. وممكن كيف تحكي لي يعني كيف كان رد فعل الناس يعني أنت بالحلم؟ لا في حياتك الآن. يعني في ناس بيعرفوا عن إيمانك، وكيف كان رد فعلهم؟ أي ناس؟ العرب ولا؟ العرب أو أصدقائك ولا؟ بصراحة العرب هم معطيني حريتي الحمد لله، يعني مع أنهم ضد الشيء هذا تقبلوا لأنه خياري أنا. أيوة. وكل واحد يسوي اللي هو متوقع ربي يبغاه يسوي، فهو يعني الحمد لله الله مسهل علي أشياء كثيرة، وما حد يعني الحمد لله ما شفت أشياء معاملة سيئة. كلهم رب. متقبلين. نشكر الرب. ومن ناحية الأجانب الأمريكانز مرة مبسوطين، مرة مبسوطين إنه يشوفوا المعجزة، إنه واحدة سعودية تقبل عيسى. هاليلويا. الحمد لله. نشكر الرب. يعني يعني صحيح المسيح بيعلمنا عيشوا مع كل الناس بالسلام. بالسلام. يعني ومكتوب كمان يعني بالإنجليزي بيقول as much as it is in your power، يعني قد ما هي في قوتك انت عيش بالسلام مع الناس. الرب ما بده يانا نعيش دائما بال يعني بالمشاكل وبالغضب والعداوة مع الناس. الرب بده يانا نعيش بالسلام، هذه مشيئة الرب، يعني مكتوب هيك. عشان هيك انا مبسوط ان انت لقيتي قبول بين الناس، وحتى بين العرب يعني بالنسبة لإيمانك. وممكن يعني انت الان بتحضري كنيسة؟ اه ايه الحمد لله. وهل بتشتركي في الخدمة فيها؟ اشترك معاهم 4 مرات 4 ايام في الاسبوع. نعم. ايش ممكن تحكي لنا يعني ايش اللي بتعملي؟ احنا طبعا يوم الاحد نروح نعمل ساندي سيرفيس. نعم. في نروح في مونديز وفي ثيرزدايز وفي تويزدايز، هي عبارة عن نجتمع ونجيب ناس ما يؤمنون بعيسى ما يعملون فيه. نعم. وندعي، وفي طبعا يغنون اغاني، في باند يجون يغنون. طيب. واحنا طبعا معاهم ونساعد الناس هذول اللي يبغون يقبلون عيسى بس مو عارفين شلون. نعم. هذا اللي ويعني الحمد لله كل يوم. واو. صحيح يعني اختبارك، يعني نشكر الرب يسوع من اجلك ومن اجل طاعتك للاحلام اللي يجولك من الرب. يعني ذكرتينا انه الهنا حي. طبعا. وذكرتينا عن محبة المسيح لكل الناس، عشان مكتوب في الكتاب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وممكن من المشاهدين بس أشجعكم اليوم زي ما عملت أختنا، ممكن أنتوا اليوم شاكين، ممكن انتوا اليوم في جواكم جوع او عطش روحيا، وتتمنوا انه الرب يجي ويروي هذا العطش اللي فيكم. اشجعكم تعملوا زي ما عملت اختنا، قل لله يا الله اذا المسيح هو ابنك، اذا المسيح مات على الصليب عشاني، يا رب تعال واثبت لي محبتك، خليني أعرف محبتك. يا رب أنا محتاج إنك تروي العطش اللي فيه، عشان إلهنا حي وهو موجود وهو عندك الآن، وهو بحبك بمحبة أبدية. وأنا نشكركم المشاهدين على وجودكم معنا في هذه الحلقة خاصة
من البرنامج إله المعجزات على قناة حررني يسوع، ونتمنى نكون معكم في المستقبل، وربنا يكون معكم. Addison Adamu grew up in a strict Muslim family in Ghana. We were taught and trained that once born a Muslim, you are always a Muslim. I used to follow my father to the mosque 5 times a day. Addison never seriously questioned the rituals of his family's faith until a friend at school showed him a Bible. I didn't want to read the Bible because if I'm caught, it will be another story. It's like the highest degree of crime to convert from Islam to Christianity. He told me that God is love. It's not about what you do, but it's about having faith in Him through Jesus Christ. That's when his friend invited him to a Christian healing service. I was very curious to go. Those who came, people with their crutches, they started abandoning their crutches and they were screaming and shouting, "I am healed, I am healed." That shook my idea about Jesus Christ, that he's just one of the prophets. The healing power of Jesus Christ is real. And that day, I accepted him as my Lord and my personal Savior. Addison stopped going to the mosque with his family and began sneaking off to church. One day, his father confronted him. When I look at his face, the rage, the anger, it was like a monster, like, "Come here, boy, tell me, where are you going?" And I said, "Church." "What? You going to church?" He pulled out a sword and he ran after me. He started yelling, "I deny you as a son, you are a traitor, you have denied our faith, and you are not my son anymore." Addison hid in his friend's home. After 3 weeks of hiding, he heard his father had become paralyzed and was dying of an illness doctors couldn't diagnose. When I heard that, I told my friend that, "Let's go and pray for my father." And he said, "No, Addison, you cannot do it. This is very dangerous. They are looking for you. They want to kill you." He said, "You don't understand." And I said, "You don't understand. When Jesus heals my father, they will know that Jesus is real." Addison went to see his father. He was looking at me. He couldn't talk. He couldn't do anything, but he could hear. And I said, "Dad, I'm here to pray for you." I said, "Lord Jesus, I know you are a healer. Heal my father right now so that the Muslims here and the whole world will know that you are a healer." Before my prayer ended, I saw my father moving his body. He got up from his bed and he sat. He started talking, "Addison, your Jesus prayer has healed me. Your Jesus is real. I can talk, I can move my body. All the pain is gone." He said, "Come back home, you are my son. And no more persecution in front of everybody." Many family members saw what happened and also gave their lives to Christ. That healing miracle led to the conversion of my mother from Islam to Christianity. My younger sister gave her life to Christ. My younger brother gave his life to Christ. Even my half-sisters and brothers, who were very devout and they were all mad at me, insulting me, helping to look for me to kill me, they all gave their lives to Christ as a result, and they started going to church with me. Addison left Ghana and moved to the United States to attend seminary in Charlotte, North Carolina. He now travels around the country speaking and praying for others.
Since I gave my life to Christ, my life has never been the same. I've been changed into a new person, and His love has brought me joy, peace, happiness. We don't have to do anything to earn His love. We just have to embrace Him into our lives.